عسلامة مرة أخرى. عسلامة. نحوالك؟ الحمد لله. حالة الأخرانية خلينا نقولوا حالة ريان اللي يختص في بير كما تعرف، واللي حس ما سمعت اليوم الصباح خرجوا هكا ولا؟ إيه ما عنديش صراحة، ما عنديش حتى تصور معناتها. إيه أما أنا شفت جي فيو لي لايف كاملين تاع ريان اللي كان طلبوا إن شاء الله ياخذوه في أقرب وقت ممكن. يا رأي ديال رأي عام ورأي ديال العالم كامل اللي ولا كيتحدث، العالم الكل ولا يتحدث عليها، وتونس كاملة كيف عفوني. أنا اليوم في الصباح مروكي كلشي يجي يسولني كيف بقى ريان كيف بقى ريان. صراحة ما عنديش معلومة إكزاكت كو راه خرج، مي راه المغرب كله راه معاه واقف معاه وكلشي كيحاول يخرج في أقرب وقت، وإن شاء الله غيخرج سالم إن شاء الله. هادشي اللي كنطلبوا من عند الله. ايش رايك في التضامن هذا العربي، التضامن احساس العربي بخوه المسلم، بخوه الانسان، بخوه المسلم، بخوه الانسان؟ احساس ما كيتوصفش، لانه فاش كتشوف العالم كله خصوصا الدول العربيه، الجزائر، تونس، مصر، ليبيا، موريتانيا، الكل منسجم والكل كيتسنى داك الطفل البريء مسكين يخرج. راه سي تري بون شوز باسكو سو سون دي فرير. الناس الكل اي الناس الكل عباره ولادها، عباره ولدها، اللي حطوا ولد واللي حطوا خوه واللي حطوا معناتها بالحق، معناتها حالة أسف. ايه صراحة هادشي اللي كنا منتظرين من كاع الناس، والحمد لله راه داكشي اللي كنا باغيين يوصل، اللي وصل راه وصلوا ليه، وكاع الناس تضامنوا معنا، وكنشكرهم من هذا المنبر كاملين. كنشكر جميع الدول، لأنه كنزل على الفيسبوك وكنشوف كاع خواتنا متضامنين معنا في كاع الدول. احكي لي شوية على روحك، شنو تعمل في حياتك؟ أنا نقرا لهنا في تونس ومروكي. مروكي نتشرفوا. باهي، مروكي في تونس شنو تعمل؟ وين لقيت روحك وكيفاش لقيت روحك مع التوانسه؟ صراحه الشعب التونسي تفاهم بزاف مع الشعب المغربي. يعني اون با تروفي، ما لقيناش اون ديفيرونس في لو كوتي دو في، فما برشا حوايج نفس الحاجه. والحمد لله عايشين بخير، وكاع الناس فيما كنمشيو اي بلاصه في تونس كيستقبلونا احسن استقبال، والحمد لله. الحمد لله. شنو تقرا؟ نقرا اركيتكتور لهنا في لويكا. فهمتك. ايه. وكيفاش لقيت صحابك؟ كيفاش تعاملوا معاك صحابك؟ ساعة بزرك مميز في صحابك خاطرك مروكي خاطر. لا والله ما لقيت حتى شيء، خاطر ما نعرفش، لقيت ناس يعني ظريفين ويحاولوا يفهموك ويحاولوا ينسجموا معاك. دونك جي با تروفي بوكو ديفيكولتي. كيفاش تعاملت مع اللهجة التونسية؟ ساعة تفهمها ولا؟ لا نفهمها بالكدي. شنو كلمات اغرب كلمه سمعتها وما فهمتهاش؟ بالكدي. توا فهمتها؟ لا توا الحمد لله توا راني. شبيك اي؟ شبيك فما برشا حوايج، برشا كلمات. والماكله؟ الماكله زوينه، اما فما برشا هريسه وحنا ما ناكلوش هريسه، دونك كاينه بتي بروبليم دو هريسه اي سي تو. فهمتك. سينو كيفاش الوضع؟ طقس؟ شنو معاملات العبيد اللي ما يعرفوكش؟ هل لقيت شي اشكال لهنا؟ لا صراحه ما لقيت حتى شي اشكال، كيف قلت لك قبيله الشعب نتاع تونس احسن طول انتغري. طول انتغري، الناس كي اون فوا كيعرفوك مروكي كيتعامل معك كل شيء مزيان، كل شيء تساجم معك. بين تونس والمغرب ساعة صراحه ما كاينش شي فرق كبير، كاينه غير الهريسه. ما جيت الهريسه عليكم الهريسه زايد الهريسه. اما والله لا الشعب الله يعمر هذا. وشنو النقاط المشتركة؟ فما برشا حوايج كيف تشوف في كل شيء، في كل شيء تقريبا، في كيفاش الناس يعيشوا في تونس، كيفاش الناس منسجمة في تونس بحال الناس اللي منسجمة في المغرب، تقريبا كل شيء. باهي، لو يخيروك بين انك تعرس بين تونسية، جزائرية، مغربية أو ليبية، شكون تختار؟ نختار مغربية بنت بلادي. بنت بلادي صراحة. علاش؟ فماش علاش، فما جوست ما نعرفش كيفاش نجاوبك. حارة تفهمك. مش على حاجة تفهمك، تبقى تيقول لك أحسن حاجة ديها بنت بلادك، هذه مقولة نقولها احنا مغاربة. دونك باش ناخذها بنت بلادي. حتى تونسية تسمى بنت بلادك. إيه حتى تونسية تسمى بنت بلادي، والكل والبنات كلهم. الجزائرية والجزائرية كل شيء كيف كيف. صراحة أنا باقي صغير على هذا الموضوع. صراحة باقي صغير.